مرحبا. طيبة الحمد لله. ايش اسمك؟ اسمي سارة أنتون. كم عمرك؟ عمري 22. مسلمة مسيحية؟ مسلم. متزوجة؟ ايوه. وين اشتغلتي؟ كويت. كم سنة؟ 3 سنة. ايش تعرفي شغل البيت؟ بشتغل في البيت، بنظف ملابس، بغسل وبنظف بيت، بسوي اوتي، بغسل ملابس، بسوي اكل روز. تعرفي تطبخي؟ ايوه. ايش بتبقى؟ دجاج، لحم، نسوي فطاير وبيتزا برجر. تمام. مستعدة تتعلمي اكثر طبخ؟ اوكي. مستعدة تسافري؟ ان شاء الله. شكرا. اوكي.